أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض
أعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تُوبَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن
تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله
يا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد
ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ألم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنة عمران التي أحصنت
بعدها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح
فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل تري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم.